اللي بلشتي بقصه العلامات، لانه عن جد اوقات على نص علامه عم بيقيموا الولد، انه اذا كان جاب يمكن نف ادمي يمكن يسقط صفه، او يعني على حيالله هيك علامه صغيره كثير عم بيحط كانه الولد هو هالقد الذكاء تبعوله. يعني حتى في اولاد اوقات بسالهم انه كيف بتعتبروا حالكم اذكياء، سا ديبون، يعني قال اذا بيجيبوا علامات منيحه يعني هن ذكيه. وهو بالفعل الذكاء الولد هو بيضله مثل ما هو، يعني اذا كان عنده كيو اي 100 هو كيو اي 100 بيقدر ينجح بالمدرسه، مثل كمان ما بيقدر ينجح بالمدرسه. يعني في اسباب هي اللي ما بتخليه انه ينجح، وفي اسباب كمان بتساعده انه ينجح. اكو حال كثير العامه بالمدارس او ببعض المدارس بتخلي الولد حتى يعني اذا انت بتقولي له لا جايب مويان 15 او جايب مويان 16 بتقول له اه برافو انت كثير منيح، بيقول لك انه ماشي الحال. يعني انه ليه؟ لانه يلي جايب ساز ادمي هو اللي او 18 او اللي هو الاسكا او اي فوالا. دونك وهون كثير بنكون عم نحد من قدرات الولد، يعني بدل ما نكون عم ننميها بالعكس عم نرجعها لورا، والولد رح يشوف حاله ولد او مراهق، او يعني حتى عم نحكي كمان للترمينال. دونك بيشوف حاله انه هو هالقد محدود، يعني هيدي هي حياته، انه انا جبت علامه عاليه يعني انا شاطر، انا ما جبت علامه عاليه يعني انا كسلان وما راح امشي بالمدرسه وما راح امشي يمكن كمان حتى بالحياه. هالشيء بجر نزول، وهيدا شيء يعني هيدا اكيد بيرجعه لورا اكيد. ونحن بنعرف كثير ديز اكزامبل بحياتنا، يمكن كثير اشخاص بنعرفهم انه ما كانوا شاطرين ابدا بالمدرسه وكان في عندهم كثير مشاكل بالمدرسه، ولكن بالحياه برعوا. اوكي، يمكن لانه كان عندهم هذا النقص واشتغلوا كثير عليه لحتى يبرعوا. بس ما فينا انه بهيدي الفتره الولد ال 15 سنه اللي عم بيقضيهم بالمدرسه ننزعله حياته كرمال علامه بالزيد وعلامه بالناقص. اذا ولد منه قادر يتعلم وما عم بيجيب علامات منيحه، يعني في سبب، خلينا نشوف هل هو سبب نفسي، هل هو عنده خلل بالتعلم، وكله له حلول. دونك اهم شيء انه نشوف، ويعني وكثير مهم وقتها نعرف كيف نداوي الاشياء. يعني اذا انطلب انه يروح عند اورتوفونيست او سيكوموتريسيان، او اذا كانت مشكله نفسيه وانطلب انه يروح يعمل علاج نفسي، كثير مهم انه هيدا يعني يتطبق هيدا الشيء. هلا شو يعني علامه منيحه؟ يعني كمان هون في تقييم لهالعلامه المنيحه، اوقات كثير بيكون مطلوب اكثر بكثير ما هو بيقدر يعطي. في علامه منيحه كانه نسبه لهالولد بماتيرات معينه مثلا، او بيكون عنده مثلا موهبه او نجاح بماتيرات معينه، لانه هو بيكون هيك مزبوط. راسه بيشتغل يعني. وحتى اينشتاين يعني كان بارع بكثير اشياء وكان في عنده نقاط ضعف باشياء ثانيه، مش بالمدرسه على حال اينشتاين. اي فوالا، كان سقط بالمدرسه لانه كان سيغدوي. حتى يعني في اولاد بتكون كثير شاطره بس في عندها نقطة ضعف بمحل معين، كثير مهم انه نقوي هيدا نقطة الضعف. بس ليش نحن بدنا نركز عليها؟ يعني ليش بدنا نتعب الولد؟ وهون بقول بما انه هلا بلشت المدرسة وبلشوا يدرسوا الاولاد، يعني اهم شيء ما نتعبهم، يعني اهم شيء الولد بيشتغل اكثر منا بالنهار، يعني هو بيقوم من الصبح بكير تيرجع على البيت على الساعة 3 4 وفي منهم بعد اكثر، بده يرجع يكمل وبده يجي انشا ياكل ويبلش دغري درس ويقعد ساعة ساعتين، ساعة كثير قليل يعني حسب المدارس. دونك يقعد يدرس وبعدين يلا دغري بده يتعشى، صار وقت يتعشى ويفوت ينام. يعني هو مثله دوامه مثل دوام دكتور، ما بيسمع الا يلا 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 يلا. وبعدين اوقات اذا في كان في اكتيفيتي، يعني كثير مهم هون نقول انه هيدول، لانه في اهل وقت تبلش المدرسه كمان ما بيعملوا اكتيفيتي. دونك كثير مهم انه الاكتيفيتي تنعمل، اكيد مش يعملوا 3 و4 اكتيفيتي ويتعب الصبي اذا هالقد المدرسه عم تعطي درس. بس كثير كمان هيدي الاكتيفيتي كانت نشاطات رياضيه، ار موسيقى، دونك بتخلي حياته تكون منوعه اكيد، مش تكون درس وبس، وكثير بتخفف من ستريس المدرسه وكثير بتساعده على التعلم. يعني هيدي يعني مش يعني وقت واحد بده يتعلم مش بس الكتاب والورقه هن اللي راح يعلموه، يروح يحضر تياتر كمان راح يتعلم كثير اشياء من وراه. الولد هو صغير وقت يحطوه لحتى يبلشوا يعلموه مثلا حيلا كلمه او حيلا شيء، وقت يقدموا له اياها بضحكه بيقدموا له اياها بحس بامان. والولد كمان وقت يكبر ويروح على المدرسه اذا ما حس بهيدا الامان
حتى يقدر يتعلم ما رح يقدر يتعلم، هو بحاجة لهذا الأمان. يعني خلينا ناخذ اتصال نور معي. ألو ألو بونجور. أهلا معك مدام ماي. يا هلا تفضلي. عندي بروبلام، بس ابني عمره 8 سنين. صار مشكلة بالمدرسة، سكرت المدرسة لأني على مدرسة تانية مع أصحابه، في حدا من أصحابه بس ما عم يتأقلم على المدرسة، يعني كل يوم بدقوا لي إنه عم بيصير مريض، عم بيصير عنده بروبلام يعني، وخايفين اتاخد معه بهالشيء أنا ولبعدين لهالسنة، عرفت كيف؟ يعني منا عارفين، والمدرسة عم بتحاوطوا عم بت إنه هلا التلاميذ معك، نحن مدرستنا هيك، بس مش عارفة صدق، يعني هلا أنا دقين لي وعايزين تاخدي، ومن يومين كمان دقين لي. ومع انه ولا مره عمل، يعني بالمدرسه القديمه وقتها فات على المدرسه اول سنه مدرسه عمل ذات الشيء ولا هي اول؟ كثير يعني اول ثلاث سنين بتي جاردان مويا سيكسيون، يعني هولي كنت ثلاث سنين كثير عاني انا وياه، وهلا لحتى تعود على المدرسه بالابتدائي يعني. مش عارفه هلا شو بدي اعمل، خايفاني ينعكس على دراسته على علاماته على ما بعرف. في بسيكولوج بالمدرسة؟ بعد لحديت هلا مش عارفة، يعني بعد المدرسة جديدة. اوكي، إذا في بسيكولوج احكي معه وهي بتنصحك شو لازم تعملي. يعني هلا هو فات على جو جديد، مثل كأنه أول سنة فات مدرسة. دونك il paraît عنده الانغواسه دو سيباراسيون، يعني القلق الانفصال عن الام، وعاده هي الام قد ما بتكون معلقه باولادها كثير بيتعلقوا فيها. دونك وقتها تتركون يعني بيضلوا هن وبالمدرسه على طول راسهم انه امهم بالبيت شو عم تعمل، هي منيحه واتترا. دونك بيقدر يكون هيدا، يعني انا عم بعطي فرضيه مره ثانيه، يمكن عم بلش يتعود باول مدرسه، بلش يتعود هلا، يمكن كل سنه كمان عم يعملها اول السنه وبيرجع بيمشي الحال. دونك هي الام بحاجه لمساعده تعرف كيف لازم تتصرف معه، والولد كمان يعني من وراء تصرفات الام والبسيكولوج بالمدرسه بتشوف قد ايه الام هي قادره تساعده، واذا لا يعني بتقلها شو كمان لازم تعمل. بس انا حطيت فرضيه، يعني جست من هيدا الشغله فينا نقول هيك. هلا يمكن في غير اشياء، ويمكن بس هالقد، ويمكن بهالمدرسه في يعني اشياء مش قادر يتعود عليها. ايه بس ما هو اول ما بلش كمان على المدرسه ذات الشيء عميل، يعني ضلت ثلاث سنين قالت انه تتعذب، يعني فتره طويله. يعني انا بنصحها تحكي مع البسيكولوج بالمدرسه تتقول لها كيف لازم تتصرف معه، ومش تغير له مدرسه. لا لا، وبعدين وكمان انه يعني يبقى بالمدرسه الا اذا عن جد عم يعمل ديكريز او عم يعمل اتاك دو بانيك. دونك اكيد لا، يعني عم يطلبوا منها تجي تاخذه، ما بعرف ايه، يعني ما بعرف شو عم يعمل، ابدا متابعه. تنتبه. لكن نحن موضوعنا كنا عم نقول انه كنا عم نحكي شوي بالحلقه قبل الهوا مع زويا كمان، انه معقوله يعني نقول للولد مبلا لازم تحب المدرسه؟ انه ما حدا بحب المدرسه. ايه ما حدا، لا بس انه يعني الولد لازم يعني بلكي بيستفيد من المدرسه، بلكي ما يروح متضايق على المدرسه. بس انه هي الوعي الصبح والنظام اللي بدك تتبعيه كل النهار، انه بس نحن ما حدا بحبه الاساتذه ما بحبوه. ايه ولا والاساتذه كمان اللي بيشتغلوا ما بحبوا. هلا anyway انه نحن اول الولد بده يعرف انه هيدي الشغله لازم يعملها. ولد بيقول انه خلص انا ما بقى بدي اروح على المدرسه، وهيدي الاشياء لعده اسباب. كل ما قلت لهم بلا لازم تحبها، لا مش بطل يحبها اكثر، يعني ما يحبها مجبور يحبها. كثير مهم نقول له اوكي انا بفهم انه انت ما تحبها، بس انت توصل الاولاد عندهم، هلا في منهم اكثريتهم عندهم كثير هيك الجامعه انه شغله كثير مهمه، يعني انا بكره بالجامعه بدي اعمل هيك، وهيدا هن اللي بدهم اياه، وبضلهم يقولوا طب نحن ليش بندرس تنقول جغرافيا؟ ما انا وأنا بدي اعمل وبلا انه ليش انا عايزهم؟ اوكي يعني فينا انه فينا نقول انه اوكي معك حق، يمكن انت مع انه هو جغرافيا كثير كثير مهم للهندسه، بس انه لغير شيء. دونك بس لا، وهي اصلا لكل شيء، بس ما بيلاقوا هاللينك، ما بيلاقوا هذا اللينك، وهو عن جد في لينك، ولو حتى بسيط كل الماتيرات لو ما هي ما بتساعد التلميذ بالاختصاصات لبعدين، دونك يعني ما كانوا يمكن بيعملوها. كثير مهم نفرجي بكل شغله قديش هي، يعني اذا هو حابب يعمل صحافه قديش مهم انه اللاتر
مهمين له. دونك اذا حيلا شغله بده يعملوها مثلا، اذا بده يعمل دكتور انه قد ايه السيانس كمان كثير مهم له، يعني بيكون في هيك موتيفاسيون. وكثير مهم انه هيدا الاشياء تتطبق بالحياه، يعني جربوا قد ما فيهم يعطوا ديز اكزامبل من الحياه، يكون الولد عم بيعيشها ولد او كبير، يعني نحن عم نحكي لا صف التيرمينال. دونك قديش هو مهم انه يعرف يلاقي بالحياه وكيف امثله يعني وتطبيق للي عم يتعلم. هلا هيدي يعني هي مهمه المدرسه، بس القصه انه هو الولد كمان مع اهله فتره كثير طويله، وبين ما كان استوعب بالمدرسه قد ايه مهمه له بكون مرق الوقت، فمنيح انه دائما يكون عم يحط له براسه قد ايه مهمه هالاشياء له. واهم شيء انه نخفف ستريس عنه. شو يعني نخفف ستريس عنه؟ يعني انه هلا اكيد انه عنده درس بده يدرسه، اوكي، هلا دوماج انه في كثير مدارس بتعطي من هن وصغار بيعطون للاولاد انه يحفظوا، يعني ما بيتعلموا الاولاد. في مدارس لا بالعكس بيعطون انه يفهموا يقروا ويجربوا انه يفهموا، يعني عم بيشجعوا على يقروا وذات الوقت يقدروا هن يعملوا السنتاز. وكل ولد ما عنده هيدي القدره من هو وصغير رح يشتغلوا عليها. يعني هون بطل عنده الولد اهم انه انا عندي كثير حفظ، ويعني اهم شيء اوكي اكيد الميموار لازم يشغلوها. وكمان نحن بنخفف هيدا الستريس وقت ما بقى نعمل عليه جادجمنت، يعني انه انت عملت عم انه كثير عم بتغلبط بهالماتير، كثير عم بتغلبط بالاملاء، كثير عم بتغلبط بالديكتي، ما بقى. دونك هيدا كله ستريس عليه. يعني نحن اذا بنشوف نقاط ضعف وبنعلم الولد انه يعمل بلان، يقول انا بلشت هيدي السنه انا ضعيف بالسيانس، اوكي، دونك عندي بلان انه انا بدي ساعد، بدي اطلب مساعده او انا بساعد حالي انه اتقدم بهيدي الشغله. هيدا البلان شغله كثير مهمه لازم نحكي عنها بس بعد هالاتصال كمان، لانه يعني رح نرفع الهم عن الولد بس الاهل ما رح نقدر نرفع الهم عنهم بسهوله، لانه كثير يعني في صعوبه انه الام او البي يقدروا يستوعبوا كيف هالولد ماشي، وخاصه لما كل صف في عنده مشاكله في عنده صعوباته، لازم الاهل يكونوا عم يتابعوا كل الوقت. ففي كثير اتصالات. الو الو بونجور، اهلا. لو سمحتي بس سؤال صغير. اول شيء عم تقول المدام عن البلان، ليش اي ولد بيقبل انه يمشي على البلان؟ بيحكي فيه بالاول وبعدين بيقول لك بطل بدي وكذا، مع انه بصيروا كبار اوبي 5 اوبي 6 وما بيقبل الولد ابدا. هيدي اول شغله. ثاني شيء انا بدي اقول لك بس عن ابنك، يعني مدرسه كثير مهمه، وحسب ما مثل ما انت عم تتفضلي وتقولي انه بيركزوا كثير انه يفهم مش انه يحفظ، حتى بالتاريخ حتى بالجغرافيا بكل شيء. بس عنده مشكل، علاماته كثير منيحه حتى بيطلع، يعني بياخذ كذا اعفاء انه اخر السنه بكذا ماده، بس مشكلته وين؟ ابدا ما بحب يدرس، يعني لدرجه انه قالوا بالمدرسه الاعفاء كان لازم يكون لامه مش له، قد ما انا بتعب عليه. مش ما بيستوعب، يعني انا لما بقعد بدي معه لحتى يدرس انا ما بقعد جنبه ليدرس انه يعني ايتاب بار ايتاب، لا بيخلص مثلا بسمع له او شيء، ما مش انه في شيء مش فهمانه لحتى انا اقعد اشرحه او لروح راجع. بس علاماته منيحه عم تقولي ليه بده يدرس؟ بس منيحه بعد شو يعني عم تطلع روحي؟ يعني انا كرهت المدرسه. قد ايه منيحه يعني علاماته؟ يعني اذا بينترك لحاله معي انا عم بس ما اذا بينترك لحاله قد ايه رح ياخذ علامات؟ جربتي شي مره؟ جربت، ايه جربت. شو بتكون علاماته؟ يعني بتكون بتصير مثلا 14 15 هيك شرفا 14 15 يعني اوريدي. اذا على 14 15 سعيد انا بتركه. ايه انه شو يعني هو عم ياخذ عم ياخذ اعفاء اخر السنه باردون عم ياخذ اعفاء اخر السنه بجي باخذه بتركه انه ينزل لل 14 ولل 15 وعنده كمان يعني قد ايه عمره 10 سنين اوكي بالاوبي 5 اوكي وعنده شعاره بالحياه كلمه لا طبعا رح نجاوبك على السؤال اهلا وسهلا فيك ولا هلا بهيدا الاكزامبل. اول شيء بما انه هي العلامات منيحه يعني هون صاروا الاهل عم يطلبوا من اولادهم يعني ياخذوا 18 حتى يطلع له يطلع ديسبانسي. نسال الولد انت بدك تطلع ديسبانسي؟ دونك قال ايه. اوكي دونك عليك انه تعمل هيدا وهيدا وهيدا ونعطيه نحن هيدا المسؤوليه اوكي ونحن حده لحتى نساعده. بس اذا يعني هو تا يطلع ديسبانسي يعني عم يدرس كثير. وانا هون في شغله كثير مهمه، المدرسه يعني لازم هي بتشتغل على كومبيتانس. يعني هلا اللي عم يدرسه هلا سنه الجاي الديتاي اللي هلا عم ياخذ على الديتاي 18 السنه اللي جايه او بالصيف الديتاي ما رح يتذكرون. يعني هو بده يتقدم لانه لازم نحن بنعرف انه بعمر معين لازم يعرف هالقد. دونك
وقت اذا عارف هيدول يعني الاهل لازم يكونوا مكتفيين وما يحطوا كثير ضغط على اولادهم. بنرجع بنقول انه هيدا العلامة يعني 14-15 وهو عم يدرس جست او يمكن بس عم ينتبه بالمدرسه وبالبيت عم يعمل دوفاريت ودوك اوكي انه وخليه يروح يمكن يعمل اكتيفيتي احسن ما يكون في عليه ستريس. هو هيدا الضغط هو اللي عم يرفضه، يعني ما عم يرفض انه اوكي شايف حاله انه انا شاطر وهو ذكي وعم يطلع ديسبانسي. وبعدين في كمان شغله انه في اتكال على امه، يعني الام هي اللي عم بتدرسه عم تطلع ديسبانسي. لا فوالا هيك عم تقول هلا في قصه البلان يلي كثير مهمه كمان. صحيح انه ما في ولد بيتبع بلان ولا نحن، يعني نحن كمان بحياتنا العاديه يعني نحن الراشدين بنحط بلان لنهارنا وما بنتبعه، بس بيكون في بلان محطوط هلا بتزيحي عنه بس بضل عندك روبير، بضل عندك شيء بيبقى عندك هدف بعيد. يعني هذا الاوبجيكتيف اللون تيرم دونك كثير مهم، لانه هو بيعرف بالنهايه انا بدي اوصل لهون. اذا شي نهار او جمعه ما قدر عمل مشي واشتغل لهيدا الهدف اوكي يعني بيزيح وبيرجع بس هو عنده هدف. يعني انت وقت تكوني بالمدرسه بتقولي انا بدي اعمل ميديسين اوكي دونك بدك تقوي حالك بكل الماتيرات اللي عم بتوصلك للميديسين، ويمكن شوي عم تهملي غير ماتير. نعم رح ناخذ كمان اتصال من شكل تيانا، من اتصالات كمان عم نقدر نستفيد منها. الو أنا صباح الخير. اهلا صباح النور. بس حب اعلق على موضوع التلميذ ما بحب المدرسه. وانا برايي بالعكس، كل طالب بحب يطلع من البيت يغير جو برا، بس لما بشوف المعلمه اول يوم بالمدرسه مثلا انا واقفه مع بنتي بالطابور الصبح واقفه برا بسمع معلمه بتقول للطلاب انفضر ولا كلمه بتحكي انت وباللاين. طب التلميذ اللي حده او مثل انا بنت رأيت شوف ماما هيدي مثلا كيف بتصرخ كيف بتعيط، التلميذ اللي حدي لو كان بده يحكي وحيحترق ما حيصير يجيب لعريقه بعد. ما هاد دون يعني هيدي الامور اللي بتحصل مع الطلاب من تصرفات المعلمات هي بتخلي الطالب ما يحب يروح ثاني يوم ما يتشجع. يعني حتى بضمن الصف اذا غلطه صغيره التلميذ بيغلطها او اي تصرف يعني بيعملوا منها قصه. يعني حتى انت موظفه بشركه وين ما كنت بتغلط، كل انسان بيغلط. صحيح. يعني طب كيف الطفل صحيح. بتعمل قصة وبتعاقبه بقصاص نقطة كثير مهمة مثلا 20 مرة نقطة كثير مهمة على البيت بده ينسخ للمعلم القصاص وبده يدرس دروسه كمان. كيف بده يروح حدا على مدرسة بحب ومحبة؟ أكيد ما حيروح على مدرسة إذا في معلمات لهلا ما زلنا بعصرنا هذا الحديث. نقطة كثير مهمة رح نوسعها. أهلا وسهلا فيكي. فعلا يعني هو المفروض إنه كل معلمة وكل أستاذ بصف يكون هو بسيكولوج بالاول وبعدين يرجع يعلم. يعني المفروض انه يكون عم يقدر يستوعب كل تلميذ، يعرف انه كل تلميذ عنده فرديته وعنده شخصيته، يعني مش انه جاي يعلم هيك انتيتي كامله. ايه اكيد، واكيد انه لازم يصير في فورماسيون للمعلمات يعرفوا يتعاملوا مع الاولاد. واصلا المعلمات بتحسيهم انه هن بدهم يعرفوا كيف يتعاملوا، بدهم يعرفوا كيف كومون جيري لكلاس، وخاصه اذا في عندهم كيسز بالصف. ومثل ما قالت المدام يعني هيدول من اهم الاسباب انه الولد ما يحب المدرسه غير ستريس الدرس. هلا اكيد في كمان الاصحاب اذا هن عم يتمسخروا عليه، اذا هن دونك يعني وقت تبلش المدرسه في المعلمات بده يتامنوا علينا وبدهم يعيطوا علينا. صحيح. في كثير درس في انه نحن كمان بدنا يعني نكل عايطه بالبيت اذا ما درسنا واذا ما جبنا علامه منيحه. في اصحابهم هن كيف رح يشوفون اذا قريوا منيح او ما قريوا منيح اذا حكيوا عليهم، دونك في كل هيدول. وقالت شغله لانه نحن الكبار، انا كمان بقول انه نحن اذا كنا عم نشتغل بمحل وعايشين هالقد ستريس قوي، اذا في ولد عايش ستريس كثير صعب، اذا نحن عم نشتغل بمحل نحن عندنا شوا انه نفتش على شغل ثاني، بس هو ما عنده شوا غير يكون بالمدرسه تيتعلم. مجبور يحترم الاكبر منه ولانه اوتوريتي ولانه استاذ ولانه معلمه. كل هالضغط هيدا بالوقت اللي بتفوت المعلمه او الاستاذ عم يعطوا جو مش حلو بالصف لانه هن معصبين بلكي او لانه هن مش مبسوطين بعملهم حتى. اكيد شو اكيد رح تاثر على الولد. ولا دونك يعني نحن بدنا نحس مع الولد. يعني وانا برجع بقول ما الاهل ما يعلقوا على الديتاي وعلى العلامات، انه يعني ما بتفرق بين 15 و18 ما بتفرق. يعني اللي بياخذ 15 يعني هو ولد شاطر بس يمكن ما درس زياده لحتى ياخذ هيدا ال18. يمكن عمل شيء ثاني بهالوقت، يمكن فكر، يمكن سرح، يمكن عنده مشكله بالبيت. اكبر المخترعين اخترعوا كل الاشياء اللي نحن عم نتنعم فيها هلا لانه كان عندهم لانه كان عندهم هالايماجيناسيون هالوقت للخيال يلي نحن عم نحرم اولادنا منه. مزبوط.
ولا كرمال هيك بنرجع بنقول انه الخيال هو احنا بدنا علامات الولد. مش عم ندعو أكيد. على علامات الولد لا اكيد ودرس ولازم يكون في نظام يعني بالبيت يعني البلان في مدام قالت انه الاولاد ما بيتبعوا البلان بس اذا اتبعوا 50% من البلان يعني بيكون ديجا كلكشوز لقلن ولقلنا لانه نحن كمان قديش رحنا رح نتبع قديش رح يكون في عنا نفس طويل نحن انه نتبع بهيدا وبتسوى نسبه كبيره من المشكله بتنحل بما انه حكينا عن الاساتذه اذا الاستاذ والمعلم لما بيوصلوا على المدرسه بينسوا حياتهم وبيبلشوا يعني اذا فيت انا اليوم على استوديو معصبه مش رح اعصب كل المشاهدين معي ما لهم علاقه شو عم بيصير معي اكيد فكمان الاستاذ لما بيوصل قدام جمهوره يلي هو تلاميذه لازم يكون نفس الشيء اكيد يعني. يعملوا اي وهلا هلا بالصف غير اكيد يعني في اذا ولد انه كان كيس دونك بالصف اكيد الاستاذ ما رح يقدر غير ما يحط من حاله بهيدا دونك كتير صعبة إنه الأستاذ يفصل ولكن إذا حس إنه هو بده يتخطى هيدي الحدود يمكن ياخد 5 دقايق بريك يعيط للسوبرفايزر يجي ياخد عنه 5 دقايق تيتنفس ويرجع يفوت على الصف وكتير مهم إنه ننتبه إنه نحن الأولاد هن جايين لحتى يتعلموا مثل وقتا كانوا صغار وقتا نعطيهم الشغلة إنه هيدي اسمها ملعقة أو شو ما كانت اللعبة وعم نعطيهم إياها بهيدي الضحكة كرمال هيك الولد اتعلم دونك بالمدرسة إذا نحن ضلينا مأمنين هيدا جو التعلم الولد رح يتعلم يعني موضوع كثير كبير فيه كثير تفاصيل بس ما وقعنا وقت اكيد بنرجع بنحكي عنه مره ثانيه شكرا لك نورما هاف ا نايس داي مشاهدينا واقفه هلا وبنرجع بنتابع بقيه فقرات لايف خليكم معنا